اهلا بكم في اكس لارج. واحد من اروع الممثلين في رايي في مصر، وفي رايي انه مظلوم جدا، بس ده بقى لما نعمل ان شاء الله برنامج فني انه بنتكلم مش هيحصل يعني. ابراهيم ناصر، الفنان الكبير ابراهيم ناصر. ابراهيم ناصر من العباقره في رايي، وفي الفيلم ده قدم دور عبقري جدا، وقال في احدى الديالوجات سيناريوهات جمله مشهوره جدا: انت اللي في قلبك ده وعلى قلبك ده دهون مش هموم، وما تسيبش نفسك يجري العمر منك زيي. ما في ناس فعلا العمر جري منهم وهم مسجونين ورا كتل دهون كبيره جدا، فده من الامور الهامه جدا. النهارده حوار شديد الاهميه، لان احنا هنشوف النهارده نموذج اللي كان اكس لارج. ما هو لما نقول 145 كيلو يبقى ده كان اكس لارج، بقى دلوقتي 85 كيلو اكيد ما بقاش اكس لارج، بقى ميدي. فلما نشوف هذه القصه المثيره جدا نموذج لده مع ضيفي العزيز، واحد من الماسترز الكبار في عالم جراحات السمنه، واحد من المبدعين، ودائما بنتظر منه يعني راي فلسفي مهم جدا في حال المريض قبل او بعد. ضيفي العزيز القيمه العلميه والجراحيه الكبيره الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم. الاساس كصناع سمنه هم الاب والام. السمنه مرض وبيجيب 100 مرض. بني آدم بيدمر نفسه بعجلة. تبقى للكتاب هذا مريض تحويل مسار. كانت محبة للسكريات وعمل لها تكميم معدة وخست. أنا مش هاخد قرار إلا لما هو يجي. لازم أخد قرار ولازم أعرف عدوي. نسبة نجاح العملية متوقفة عليه هو، فهيبدأ طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصله. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. اسمحوا لي في هذه الحلقة الهامة أن أنا أرحب بضيفي العزيزين. ضيفي العزيز أستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أهلا بك دكتور وليد. أهلا. واسمح لي أرحب بضيفتك وضيفتي اليوم طبعا الأستاذة مدام عفاف محمد. أهلا بك يا مدام عفاف. أهلا بك، منورانا وسعداء بهذه الزيارة الجميلة جدا. مدام عفاف عشان نعرف بس الناس بيها، هي حالة من حالات جراحات السمنة المهمة جدا، كانت 145 كيلو وصارت الآن حوالي 85-86 كيلو بعد 6 شهور فقط من عملية تكميم معدة. احكي لي كالعادة، نبدأ الأول بذكريات هذه الحالة 145، ده تقدم في جراحة السمنة. احنا بنتكلم في أوزان، ده وزن رخم، وزن صعب. ايه اللي حصل في الوزن ده؟ وزن 145 كيلو بتشتكي ان في عندها زيادة في الوزن، وفشلت كل المحاولات الطبيعية عن طريق رجيم ان هي تنزل في الوزن. سنها صغير وده كويس، لان نتائج العمليات في السن الصغير بتبقى افضل بكتير من السن الكبير، لان هي فكرة العملية ان احنا بنصغر من حجم المعدة، بس تغيير طبيعة الاكل. يعني وانا بتكلم معاها قبل التصوير، هي ملتزمه تماما بكل التعليمات اللي ممكن تضر بالعمليه، ملتزمه تماما، مفيش يعني ماشيه على الصراط المستقيم، ماشيه ستريت خط واحد. مفيش الرغبه القويه عندها قبل ما تيجي تعمل العمليه، ده من اهم عوامل النجاح. هي هتقول بقى الرغبه القويه. عفاف يعني انا بحييك الاول على التزامك على التعليمات، ولو ان مرضى جراحات السمنه انا بتهيألي لو عملنا احصاء يعني نسبه كبيره منهم جدا بيلتزم بالتعليمات بالظبط. لكن خليني اروح لعفاف. وصلت 145 كيلو وانت طويل، مش طويل، وسط يعني يعتبر في الطوال يعني من الطوال بالظبط. ف 145 كيلو يعني برضو انت في منطقه بالنسبه للمصريين منطقة رمادية شوية، لا أنت مش تخينة قوي أو أنت تخينة قوي، هتلاقي طبعا. في اختلاف يعني تلاقي ممكن تلاقي حد قريبك يقول لك لا 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 مش محتاجة، أنت ممكن تقسي على نفسك وتخسي بالرجيم وبتاع. احكي لي اللي حصل بقى.
لا هو انا اوريدي فعلا كنت لا في يعني الاعمى اعتقد شافني كمان تخينه يعني كل الناس مقتنعه ان انا تخينه، بس هي الفكره ان انا كانت نفسيتي هي اللي مختلفه، فمحسسه كل الناس ان انا لا انا عادي، انا كويسه، انا مبسوطه. حتى الناس استغربت بعد ما عملت العمليه ان انا هو ايه ده، هو انت كنت متضايقه اصلا من شكلك يعني من درجه؟ بس انا فعلا كنت متضايقه وكنت في هي دي النقطه اللي انا بقول لك عليها يعني حته برضو ان الناس سالتك معناها مع طولك وال140 ان في ناس في المجتمع شايفه ال140 ده اوكي انا اكسبتابل وده انا مليانه مش تخين ينفع يعني اوكي مع عوامل المجتمع الرؤيه، ما احنا على حسب ما احنا عينينا بتخزن عندنا في الذاكره الاحداث اللي حوالينا، فالمجتمع معظمه في نفس الميزان، خاصة في يعني على مستوى مصر كلها، يعني ما بنتكلمش في القاهرة أو بنتكلم في حتة معينة. فالطبيعي زي ما أنت تسافر فرنسا مثلا أو أنت أكيد سافرت فرنسا أو هولندا، ده مستحيل. فأنت بتشوف برضو العوام الفرنسيين بالذات كمان، الفرنسيين دول الرشاقة عندهم ده حاجة أساسية. أنا في آخر سفرية في فرنسا أنا حاولت أدور على ناس عندها السمنة. مفيش. لا أنت في أمريكا أنت العكس، في أمريكا زينا. الأمريكا زينا. زينا. تخان تخان تخان. فعينيهم متعودة على المنظر ده. إنما طبعًا لا، الأوزان عالية. الأوزان دي كبيرة. هم استغربوا، ممكن يكونوا استغربوا إن هي أنت عملتي عملية ليه؟ فطبعًا هي أكتر واحدة هي اللي كانت حاسة. حسب موضوع السمنه وزياده الوزن انا كنت حاسه بحاجات كتير يعني في حاجات، وبصراحه يعني انا حسيت فعلا بقيمه العمليه بعد العمليه، يعني بعد ما وصلت فعلا للشيء مش قبل العمليه يعني، لا بعد بقى اكتر يعني. انا حسيت انا كنت ازاي مستحمله نفسي كده يعني؟ انا ببص على الصور بتاعتي قديمه زي وانا، وقلت لجوزي وانت ازاي كنت سايبني كده يعني؟ ازاي كنت بتبص لي كده؟ فعلا فعلا انا يعني حاسسه بالذنب يعني، انت ازاي كنت سايبني كده؟ ازاي كنتوا يعني انا بتفرج نفسي على الصور في فرح مثلا ولا لا، ولابسه سواريه يعني، فاهم اللي هو في ثقه بالنفس كمان يعني. فهي الفكره لا بعد انا عايشه دنيا تانية خالص كل حاجه. قبل بقى، طب معلش نرجع تاني قبل شويه، ايه اللي كان حاصل قبل بقى؟ ايه المعاناه اللي خليتك تروحي؟ دكتور وليد قال جمله مهمه قوي، قال المريضه جايه لي هي وهي بداخل عليا المكتب، هي عارفه كويس ان انا مش همسك قلم وورقه واكتب لها رشد، مش هديها ورقه اقول لها ده نظام غذائي قبل العمليه، ممكن اديها لها نظام غذائي قبل العمليه تحضيري ده، او حد من المساعدين يعمل كده، او حد من المسؤولين يعني المسؤولين عن التغذيه، لكن انا هكلمها جراح، انا مكتوب تحت جراح سمنه، صح كده؟ بالظبط. طيب ايه اللي حصل بقى؟ انا اوريدي اصلا طول عمري وزني اكبر من سني عموما، فطول عمري بعمل دايت، طول عمري من وانا في ابتدائي بعمل دايت، فطبعا الفشل الذريع، وجربت كل حاجه، اي اسم فكر فيه انا جربته. هم خمس ست ادويه بيطلعوا، بس في بقى استغلوا الفرصه بقى وطلعوا حاجات كتير تحتيهم. الوصفات كل حاجة يعني، لدرجة أنا عملت بالحاجات غريبة بصراحة يعني، فكل ده ما كانش فيه. وإن كيس أنا وصلت أن أنا خسيت 25 كيلو في وقت من الأوقات، ورجعتهم 30 كيلو بعد كده، خسيت 25 كيلو وارجعهم 40 كيلو. طب وبعدين؟ طب إيه يعني؟ أنا هعيش طول حياتي الشكل اللي هو الغريب يعني، شكل البني ادمين الغراب اللي هم بيتشافوا في اي مكان، اللي هو بتعمل لهم كده يعني في اي محل هدوم مثلا، وانا داخله لا سوري احنا ما عندناش الوزن ده، المقاس ده، لازم ادور على البيك سايز، لازم ليه يعني؟ انا تعبت من كل ده، غير بقى حياتي الاجتماعيه عموما يعني. انا بنتي ما كانتش بتحب تتصور معايا، ما بتحبش. كم سنه يا بنتي؟ خمس سنين. هي بنوتة عسولة وتحب اللبس والستايل والحاجات دي، اوكي يعني تحب اوكي يعني رضا الماما وكده بس خلاص. لكن بعد ما عملت لا، مبسوطة بيا مامي، لا حلو كده نتصور نخرج ونجري. دلوقتي بقينا نجري مع بعض، انا وهي وبابا وابني التاني، بقيت اتحرك معاهم. فقبل لا ما كنتش بعرف اعمل ده، انا ساكنه في دور عالي، ف
وانس طلعت دور مره لو العماره كلها بتتهد مش هنزل، يعني مش هنزل عشان اطلع تاني، فكارثه يعني. فدي حاجات كده ما ينفعش ان انا غريبه ما ينفعش ان انا ابقى زي الطبيعيين، ابقى زي في الشغل ان انا اشتغل، لا عايز حد يعني شيب. مش عارفه تلاقي شغل؟ لا حاولتي تدوري شغل؟ دورت على شغل، في ناس كنت بشتغل، بس فكره ان انا اشتغل تاني وانا بقى بالشيب ال 140 كيلو او 145 كيلو دول، لا انا اصلا اوريدي بيتقال لي يا مدام، ويعني مش يا مدام ده يا حاجه، ويا بقى يعني وصلنا لمرحله يا حاجه. و 34 سنه. لا انت كم؟ 29 سنه. ده طفله صغيره. ما هو الوزن الكبير بيخليها مجبره انها تلبس عبايات. وعبايات غالبا بتبقى لونها سودة. العبايات كلها سودة. ومفيش فيها الوان. كويس. لو هتحط الوان هتحط لون على الشرب، فبالتالي منظر العبايه في حد ذاته لازم يجبر اي حد انه يقول له يا حاجه ايا كان هو السن قد ايه. مش العبايه، الحجم بيمحي الملامح. دي حاجه تانية. الحجم بيمحي الملامح، مفيش ملامح. فالسن بيزيد في العمر بالشكل. عشان كده احنا بعد يعني واحنا بنتكلم مع الناس قبل العمليه بقول لها ان هتعملي التكميم هترجعي في السن على الاقل 10 سنين ل 15 سنه، لان الجسم بيبدا يتنحت والوش بيتنحت فبتبان الملامح الحقيقيه. كل الدهون دي بتنزل من على الوش فبيبدا يصغر السن، وده اكيد انت بتشوفيه لما بتشوفي الصور القديمه بتاعتك، بتحس ان انت دلوقتي اصغر بكتير من الصور اللي انت مصوراها من سنتين وثلاث سنين. ايه الحاجه اللي بتتحسن بسرعه مع العمليه مع انخفاض الوزن؟ يعني سكر الضغط، الحاجات الايجابيه. الحاجات الايجابيه وده الغريب في التكميم. انما احنا هنتكلم على حاجات الناس ما تكونش متخيله انها ممكن تضيع. يعني مثلا الشخير. ايوه. اول 24 ساعه بيختفي. وده بال 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 بتجارب العيانين نفسهم. الناس اللي عندها مشكله في نفسها وما بتقدرش تنام على ظهرها نتيجه لزياده الوزن، فبيضطر ان هو يبقى نايم على كرسي او نايم على زاويه 45. بعد 24 ساعه بينام على ظهره عادي تماما. الناس اللي عندها قلنا قبل كده سليب ابنيا سندروم، اللي هو يقوم في وسط النوم عايز شويه اكسجين عشان حاسس ان في خنقه، وده بيبقى في الاوزان من 140 ل 200 كيلو. القصه دي بتختفي في اول 24 ساعه. السكر كتأثير بقى عملية، ده في خلال شهر من العملية. الضغط بيختفي في خلال شهر من العملية. على الرغم ان اول شهر من العملية متوسط النزول في تكميم المعدة ودي تقريبا على 2000 عيان، متوسط ما بين 8 ل 12 كيلو. فهل ال 8 ل 12 كيلو دول اللي في اول شهر يخلوا السكر يختفي، يخلوا الضغط يختفي، يخلوا النفس يبقى احسن؟ الإجابة المنطقية لا. معنى كده ان في تاثير هرموني للجزء اللي بيتشال في تكميم المعده، ان الهرمونات دي ليها تاثير سيء على الضغط والسكر وعلى النفس. اول ما بيتشال الجزء ده في تحسنات عاليه جدا وسريعه في خلال 24 ساعه بتحصل. ده اختناق التنفس اثناء النوم، سليب ابنيا سندروم. هل ده بيبقى موجود اسبابه كل طبعا حضرتك استاذ بطنه نتيجه لزياده الدهون في منطقه الجهاز التنفسي؟ حتى راسم اهو فادي بوزيشن ان الدهون بتترسب على الجهاز التنفسي ومدخل الهواء. طيب القصه دي بتختفي بعد 24 ساعه من العمليه، معنى كده ان الدهون دي دابت؟ لا، هو في تاثير هرموني نتيجه للجزء اللي اتشال من المعده في التكميم. ففي حاجات بتتحسن في 24 ساعه وبقيه الحاجات بتتحسن في خلال شهر من العمليه، والشكل بيختلف تماما في خلال سنه من العمليه. ده في حاجه اقوى كده، اقوى من كده بقى في التكميم كمان. ده في التكميم. في حاجه اقوى من كده ودي شفناها على العيانين، ان ممكن يوصل بعد سنه ان وزنك يبقى ثابت وتفضلي ثابته توصلي لغايه 75، بس شكلك بعد سنه وست شهور يبقى احسن من سنه. من سنه رغم ان الوزن ثابت، على الرغم ان الميزان ثابت. ايه بقى الحكايه دي؟ بيحصل اعاده توزيع للدهون على مستوى الجسم. فبيبدا يختفي دهون من الحتت الزياده، العضلات تزيد شويه.
فدي برضو بتبقى الدهون حاجات الدهون بتختفي والعضلات تزيد شوية، فالوزن يفضل ثابت، بيفضل ثابت لكن الشكل هيتحسن. الشكل يتحسن لأن بيحصل إعادة توزيع للدهون لأن العضلات شكلها حلو. بمنظر بيبقى بيدي منظر رياضي. فالتغيرات اللي بتحصل بعد تكميم المعدة علاوة طبعا على التغيرات النفسية دي بتبقى تغيرات يعني غير طبيعية. تكميم المعدة تظل عملية رائعة جدا. صراحة أنا وأنت ما احنا اتكلمنا كتير مع بعض على التكميم والتحويل، يمكن هي لما تتكلم كان عندها مبادئ سكر و29 سنة. 29 سنة مبادئ سكر، عندها مبادئ سكر وظهر يعني اتش بي اي 1 سي كان أعلى من 6. سكر تراكمي. سكر تراكمي، وهي كانت بتتابع بالسكر التراكمي. ومع ذلك احنا ما فكرناش خالص ان احنا نعمل تحويل مسار، لان انا بعتبر دايما تكميم المعدة عملية سهلة وبسيطة وخطوة رقم واحد للمريض اللي عنده زيادة في الوزن. يمكن هي لما قعدت تحكي معايا قبل التصوير كانت بتقول على موضوع السكريات والحلويات، وده سبب من الأسباب الكبيرة أو في نجاح العملية، إنها بعيدة تماما عن السكريات والحلويات. العملية، وده اللي احنا عايزين نوصله للمشاهدين، احنا ما بنعملش عملية لمجرد ان احنا نصغر من حجم المعدة. في حاجتين تانيين مهمين قوي عشان العملية تنجح على المدى البعيد. الكيميكال بتاعت جسمنا اللي هي الكيمياء، اللي هو ناس كتير قوي بعد العملية في اول شهر يبقى حاسس ان هو جعان او يشم ريحة الاكل ويحس انه جعان هو ماشي على سوائل، بس بمجرد ما ياخد بقى او بقين احساس الجوع بيختفي. الكيميكال اللي في عقلنا دي بتقعد تقريبا من شهر لثلاث اشهر عبل ما تبدا تتعود على الوضع الجديد. فده عامل مهم قوي ان الكيمياء في الجسم تتغير، اللي هي الهرمونات بتاعه الجوع اتغيرت بايه؟ اتغيرت بتصغير حجم المعده، كاني اجبرت الجسم انه ياخد كميه اكل قليله، فاجبرت الكيمياء اللي عندي في جسمي ان هي تبدا تتعود على الوضع الجديد. النقطه الثالثه اللي هو البيهيفير او الاراده بتاعتها، ارادتها ان هي بقى تكمل بنظام غذائي، تبعد عن السكريات والحلويات، اللي هو ببساطه كل الحاجات اللي فيها هاي كالوري. العمليه، عمليه تكميم المعده فيها مميزات كبيره جدا، افيدها انا من وجهه نظري ان انت ما بتحتاجيش تاخدي فيتامينات بعد سن، لان انت كميه اكلك بتبقى كميه معقوله. بس هي عمليه فيها مشكله، الا وهي التعليمات، إرادة البعد عن الحلويات. ودي الحقيقة اللي حصلت في عالم جراحات السمنة، ما هو في عمليات كتيرة جدا من سنة من خمسينات لغاية دلوقتي ومع ذلك ما فيش عملية بنقول ان هي العملية البرفكت، اللي هو العين يعمل عملية، اللي هو الحاجة المثالية اللي عمرها ما تحصل. يعمل عملية وتاكلي كل اللي انت عايزاه وتبقي هيلسي، وكلمة هيلسي دي مهمة قوي، ان انت تبقي بصحة طيبة وتخسي. الاربع نقط دول عمرهم ما يجتمعوا في عمليه جراحه سمنة. طيب عفاف، انا عايز بقى امسك الاكل قبل وبعد. انت كنت بتحبي الاكل عفاف؟ بتحبيه قوي. ايه الحاجه اللي كنت بتضعفي قدامك ولا كل حاجه؟ لا يمكن معجنات اكتر حاجه، اللي هي المكرونه، المعجنات، البيتزا والفطاير والحاجات دي. دي ما كنتش تقدر يا والرقاق والحاجات اللي هي الحلوه بتاعت الاولاد، مش السويت، مش الشوكليت او الحاجات، لا الشيبس والسناكس والحاجات دي جدا. انا وجوزي مدمنين. كنت دلوقتي بقى، ما انا خليت البيت كله يعني خلينا لايف ستايل يعني غصب عننا كلنا، غصب عن انا اللي ماسكه الدنيا، انا اللي بعمل الاكل، مش عاجبه ما ياكلش فبقى كله بياكل الاكل معايا. بنعمل يعني مثلا التسالي دلوقتي او السناكس كلها ترمس، لب سوري، ما بندخلش لب تاني غير لب سوري، حمص شام، الحاجات دي اللي هي العصاير، الفاكهه، عصاير يعني عشان هم ما بيقدروش طبعا من غير سكر، بس بعسل نحل مفيش سكر. الاكل عموما بقى بزيت اكتر، يعني ما بقتش استخدم السمنه او الحاجات دي. انت عارفه ان خطوره السكر اختفت من وسائل الاعلام لفترات طويله نظرا والحلويات، لان امبراطوريات الحلويات والسكريات كانوا مشاركين في البرامج او القنوات الاعلاميه، كانوا مسيطرين في امريكا انه ما يجيبوش سيره خطوره السكريات.
لفترات طويلة، الكلام ده ستينات سبعينات، انه كانت الملوك بيعملوا شوكولات، بيعملوا السناكس، بيعملوا حاجات الحلويات دي. فقعدوا كتير قوي خافين خطورة السكريات. اتضح ان السكر اخطر من الملح، اتضح ان السكر هو المسؤول الاول عن السرطان. السكر يعني هو العامل الاول، السكر الابيض ده هو العامل الاول لسبب السرطان. فدي حاجة من الحاجات اللي ما كانوش بيجيبوا سيرتها خالص. يعني ولو عرفوا ان انا بتكلم عليها هيروقوني. بس خلينا نروح خلينا نروح لسؤال تاني مهم قوي بقى. دلوقتي بقى عفاف، احساس مريض السمنه انه بيتولد من جديد، ده بجد؟ اه. ازاي يعني بيتولد من جديد؟ كل حاجه، كل حاجه. في البيت، تعامل الناس. ايه تعامل الناس؟ احكي لي مواقف. تعامل الناس يعني دلوقتي، يعني انا دلوقتي في العربيه مثلا، انا بقيت اسوق دلوقتي، انا عربيتي صغيره. فما جربتش اسوقها اصلا وانا تخينه على فكره، عشان خفت. بتعمل ايه العربيه؟ كانت مركوبه تحت البيت. ما جربت العربيه الصغيره تحطها تحت البيت. ما بتسوقهاش؟ ما جربتش اسوقها خالص. يعني انا كنت متقتنعه ان انا لو قعدت على الكرسي هتنزل بيا في الارض يعني. بس دلوقتي ابتديت ادخل، ابتديت دلوقتي ان انا ادخل اي مكان. بس حصل لي مشكله في العربيه مثلا، مليون واحد بيساعد. مليون واحد بيساعد. كان قبل كده ممكن ولا الهوا. انا اعتقد انا مشوره بوضات يعني، اكيد ما حدش كان هيساعدني خالص يعني. فدلوقتي لا، لكن في هيساعده بس من باب يعني ماشي اوكي. وهيساعدك ويحرق دمك. ايوه حاجه ايه اللي مؤقت. ايوه بالظبط. لا ولا مثلا قلت له زقني مثلا، اللي هو ايه؟ زق مين بقى؟ بقى خلاص بقى يعني صرفي بقى، يا زقك يا زق العربيه. انا رحنا ندور. هي في برضه نقطه مهمه قالتها، من عوامل النجاح العمليه اللي هو تغيير الاتموسفير بعد العمليه. يعني اتموسفير البيت اللي هي الجو بتاع الاكل في البيت بقى عامل ازاي بعد العمليه، لمجرد ان في شخص واحد عمل العمليه. طبيعه التعامل مع الاكل انا متاكد اكيد بقت مختلفه خالص، لان لو في شخص موجود في اتموسفير شمر حمر سكريات وحلويات. في الفيلم بمناسبه اكس لارج، استاذ احمد حلمي العبقري قال لابراهيم نصر خاله، فقال له يا خاله انا قاعد معاك في بيت بيحمروا كباب وبيحمروا سجق وكبده الساعه 2 بالليل، عايز نطلع ايه؟ تمام. هو ده. ما هي 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 قالت الكلام ده. هو الفيلم ده معبر، الفيلم ده رائع. من 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 واقع الناس اللي عملت عمليات. الاتموسفير اختلف بعد العمليه، اللي هو احنا اللي انا بسميه الشغف بالاكل. الشغف دي كلمه مهمه قوي، اللي هو الشغف والتلذذ والتفكير في مثلا، مش عايز اجوعك، بس مثلا صينيه جمبري في الفرن، ما اعرفش، وفي جرجير وفي ليمون وفي محشي الكرنب مع ورك البطه، انت واخد بالك؟ ده بيخلي الاتموسفير طبعا الناس. ده جوزي. ده جوزي دلوقتي. ده قبل، ده قبل العمليه. احنا كنا كده يعني. ايه رايك بقى النهارده احنا نعمل اللي هو خلى صينيه قصه حبه معاكي والعلاقه بينكم وبعض؟ لا احنا كان عامل مشترك بينا، احنا بتحبوا الاكل. هو برضو هو برضو وزنه زياده. والله او بقى وزنه زياده على فكره. عشان ما كنتش فاسد. هو بدا يبقى وزنه زياده. احنا متجوزين اصلا. انا كنت 120 كيلو وهو كان 70 كيلو. رفعت انت وزنه بقى، جبته فوق ال 100 معايا. انا بقى لوحدي. لا معلم. طب هو دلوقتي لسه فوق ال 100؟ اه معايا. وانت نزلتي بقيتي 85؟ اعتقد ان هو يعني هيجي هيغير. لا هيغير، هو هيغير، هيقلل الاكل ويعمل دايت. هو هي دلوقتي هتغير له الريزلتات. يا اما هيضطر ان هو يجي. عايز يجي. مصائب قابلة. شرفنا. نورتنا يا دكتور وليد. الله يخليك. سعدت جدا بقى الحقيقه، انبسطت جدا بهذه الجلسه الجميله جدا. ما كانتش جلسه فيها حوار علمي مشدود جدا، بالعكس كانت جلسه اجتماعيه. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم ابدعت كالعاده، ومتشكرين على هذه العمليه الرائعه. شكرا. ضيفتي العزيزه مدام عفاف محمد نورتينا، ونتمنى ان احنا نلتقي تاني تكوني 70 كيلو. خليكم دايما مع الدكتور.